نفتقده كابتن حسام، شنو نفتقده شخصيته، شنو نفتقده الروح نتاعو، مش كان في المقابلات بركة، حتى في التمارين كانت عنده روح كبيرة انه ديما ينتصر، عنده شخصية، عنده مبادئ برضه زادة، علمنا روح الفانلة الحمراء كما تقولوا. ان شاء الله نتمنى المقابلة تعدى في اجواء ممتازة تليق باسمه وبالتاريخ اللي عامله في النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى له حظ موفق ان شاء الله في المسيرة الجاية نتاعو ان شاء الله.